استقبل الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020 في دبي أكثر من 10,000 زائر ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة إكسبو في دولة الإمارات تمهيداً للإعداد للافتتاح الرسمي بمشاركة 192 دولة. الافتتاح قد جرى بالفعل. تشارك مصر في هذا المحفل الدولي الذي يستمر 6 أشهر بجناح متميز يعكس الثقل والمكانة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية على مدار التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات. قبل أيام من ذلك كان التابوت الأثري المصري للكاهن بسماتك قد وصل إلى مقر الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020. من المقرر أن يعرض بالجناح على مدار الأشهر 6 التي يعقد فيها هذا المعرض. من مدينة دبي في دولة الإمارات ينضم إلينا السيد أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري في وزارة التجارة والصناعة. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. ملامح المشاركة المصرية في معرض يوصف بأنه أحد أهم وأكبر المعارض العالمية. أولا شكرا جزيلا على استضافتي مع حضرتك النهاردة، وهو فعلا أكبر الفعاليات والأحداث الدولية في يمكن معقد كل 5 سنين، وده بيدي حضرتك يعني تصور إزاي ممكن يكون بهذا الحجم أو حجم كبير جدا. فعلا بنتكلم على معرض بينعقد من 170 سنة. بنتكلم على معرض أو حدث، أنا بسميه حدث أكثر. صحيح معرض. صحيح نعم. وفقا للمفهوم معرض هو مش معرض تقليدي، هو اكسبوزيشن، هو استعراض. حاجة يقول الدول من خلاله بتقدم أحسن ما فيها. الدول بتستضيفه بتتقدم بملفات معقدة جدا علشان خاطر يتم التصويت على الموافقة لاستضافة أو على موافقة على استضافة الدولة ده. الحدث اكسبو ده بيبتدي 6 شهور، بيتميله مدينه كامله. وليها بيبقى ليها كونسبت، بيبقى ليها فكره، بيبقى ليها مضمون. بتقاطب المستقبل، كل الدول بتيجي عشان تقدم افضل ما فيها على ارض اكسبو لمده 6 شهور متتاليه. الفعاليات الدوليه كلها بتتعمل في نفس المكان في نفس الوقت. الدول كلها بتتكامل من خلال مبادرات ومن خلال مشروعات ومن خلال اطروحات في كل المجالات. اكسبو فرصه لمصر حقيقه انه بيتعمل على ارض الامارات دبي على وجه التحديد في هذا التوقيت التاريخي اللي عندنا اتطور عن حاجات كثيره جدا ممكن نقدمها للعالم. طيب سؤالي اخر حاجه دكتور احمد، ما المختلف في المشاركه المصريه هذه المره طالما ان الاعداد كان اعداد قبل عقد هذا الحدث بفتره كبيره؟ طبعا الاختلاف كبير جوهري. الاختلاف انه احنا بنتكلم على مصر اللي بتخاطب بالمستقبل مرتكزه على اسس كثيره جدا. يعني احنا يمكن بدايه من شعارنا، الشعار بتاع اكسبو بالمناسبه اسمه تواصل العقول، ترابط العقول، صنع المستقبل، واحنا الشعار بتاعنا اسمه عراقه تعزز المستقبل. فاحنا كلنا بنخاطب بالمستقبل، بس احنا الزاويه اللي بنخاطب فيها المستقبل او النافذه بتاعتنا هي عراقتنا وتاريخنا اللي عملها الانسان. احنا بنراهن على الشخص الفرد المصري. وفي حكايه جميله جدا ان شاء الله حضرتك مبهره بتحكي الحكايه بتاعت المستقبل المصري من خلال ما يعني يتم على الارض عمل دؤوب. نعم. متواصل في كل المجالات، ونحن سنتابع على مدار الانعقاد. نعم. وقت هذا الحدث. انا اعتذر من حضرتك على المقاطعه. دكتور احمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزاره التجاره والصناعه منضما الينا عبر الهاتف من مدينه دبي في دوله الامارات العربيه المتحده، شكرا جزيلا لحضرتك.